تيجي تسأل نفسك هو فين أول إيكو بوتنشال لاين؟ أول إيكو بوتنشال لاين ده الأب ستريم سلوب، ده أول إيكو بوتنشال لاين. ده أول إيكو بوتنشال لاين احنا متعودين عليه بأوف، اشمعنى ده يبقى أول إيكو بوتنشال لاين؟ لأن السطح ده عليه توتال نت متساوي. تخيل؟ اه ليه يعني؟ فين الديتا بتاعتك؟ هذه الديتا بتاعتك زي ما احنا فاكرين الديتا سطح الميه داون ستريم. طب لو ده الديتا النقطه دي نقطه واحد، هل عليها نفس التوتال ديتا بتاع نقطه الاثنين؟ صح ولا لا؟ اه تعالى نجرب كده. نقطه واحد ده الاليفيشن هيد بتاعك صح؟ كل ده البريشر هيد يعني من هنا لهنا ده اسمه اتش اي ديفيجن هيد، ومن هنا لحد فوق ده بريشر هيد. كل ده بريشر وكل ده اليفيجن صح؟ كلهم على بعض توتال هيد. طب تعالى نعمل كده في نقطه اثنين، نقطه اثنين ده كله اليفيجن هيد، ومن نقطه اثنين لسطح الميه بريشر هيد، دول لو مساويين يبقى ده البوتنشال لاين. تاني البوتنشال لاين ده خط كل النقط اللي عليه عندها نفس التوتال هيد. طب التوتال هيد ده كان مجموعه مين ومين؟ كان يساوي البريشر هيد زائد الريجن هيد. مين البريشر هيد؟ البريشر هيد ده شوف النقطه فيها ميه قد ايه. طب مين الريجن هيد؟ بعد النقطه عن ديتا معلومه. طب الديتا بتاعنا حطيناه فين؟ سطح الميه في الداون ستريم. طيب لو انت عملت الحركه دي يبقى كل النقط اللي على المستوى المائي ده عندها نفس التوتال هيد. ليه؟ لو ده الفيجن هيد يبقى ده بريشر. طب لو ده الفيجن هيد يبقى ده بريشر، يبقى مجموعهم صفر. في مشكله؟ يبقى ده اول البوتنشال لاين. طيب لما ده اعمل البوتنشال لاين يبقى المفروض الفلو لاين اللي انت راسمه ده يكون علاقته بايه؟ العمود. حلو جدا. هتيجي من نقطه سي حلو وتعمل خط قصير كده العمود. كويس؟ بعدين تفضل تشد الخط ده وتميله، تشد وتميله، تشد وتميله لحد لما يعمل ايه في الخط الازرق؟ يمسه. تعمل خط صغير على نقطة سي، وبعدين تفضل تشد الخط ده وتميله لحد لما يمس البارابولا اللي انت رسمتها. كده انت عملت ان كوريكشن. كده انت عملت ان كوريكشن. في مشكلة؟ طب بعد كده تمسح الازرق ده ولا تسيبه؟ ولا تسيبه؟ سيب لنا الازرق ده عشان نعرف ان انت عملت ال كوريكشن. طيب وبعدين الفرياتيك لاين هو ماشي كده خرج مره واحده من السدر، خرج عند نقطه اسمها ايه؟ احنا عندنا ايش؟ خرج عند نقطه اسمها اي. ينفع؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش المايه كده يبقى السد ماشي في حاله تلاقي المايه متخرمه السد وخارجه كده. لا، المفروض ايه اللي يحصل؟ الفرياتيك لاين او المايه وهي ماشيه من جوه السد تمس الداون ستريم سلو. تمس مين؟ الداون ستريم سلو. فاحنا عايزين نعرف هي فين نقطه التماس دي؟ فين التانجنت بوينت؟ من مين ومين؟ من الفرياتيك لاين والداون ستريم سلو. هنعمل الطريقه دي او هنعمل الكوريكشن ده بطريقتين. الكوريكشن اصلا اسمه ايه؟ اسمه اول ثيك كوريكشن. أول حاجة هنعمل بالتشارت. التشارت اللي عندك ده هيكون علاقة بين مين ومين؟ علاقة بين زاوية اسمها ألفا ونسبة اسمها إيه على مين؟ بتعمل إيه بس؟ أنا دلوقتي بحاول أجيب الفرياتيك لاين هيمس الداون ستريم سلوب في نقطة اسمها إيه؟ وموجودة فين؟ هعمله بأنهي طريقة؟ بطريقتين. أول طريقة استخدم التشارت يكون جوه. التشارت ده هنستخدمه لو كانت الالفا اكبر من 30 درجه. اكبر من 30 درجه، فين الالفا دي بقى؟ ادي الالفا. زاويه الميه الداون ستريم. شكل الكيرف ده عامل ايه؟ كده اهو. شكله كده. كل اللي هتعمله تشوف الالفا دي كام؟ تدخل الكيرف بتاعك ده
ارفع القنط برضه، تقطع الجنب وتمشي فوق تجيب قيمه اسمها ايه على جنب. تجيب قيمه اسمها ايه على جنب. تعالى كده نتخيل ان الايه على جنب ده انا جبتها دي كنت مطلعها ربع. طيب شايف المسافه اللي اسمها اف ار دي، دي اسمها بي. حلو كده؟ واحدة واحدة. أنا جبت الألفا دخلت بقى الجرد ده. ده جرد. قطعت الجرد جبت قيمة اسمها إيه على بي. إيه على بي دي نسبة. بكام دلوقتي؟ جايب لنا بروبا. طب على الرسمة بتاعتك فين البي؟ البي من الفوكس لحد النقطة اللي خرج منها الكرياتيف لاين. دي اسمها بي. طب لو أنت معاك البي دي مثلا قستها لقيتها 3 سم. عايز تجيب إيه؟ تعمل إيه؟ طب ما انا عندي ايه على الربع؟ خد الثلاثه دول اضربهم في مين؟ في الربع ده، في نسبه ايه على ايه؟ وقيس الايه؟ الايه بتاعك هتتقسم من فين؟ من الار لحد نقطه جي. بس خلاص، يبقى من الار لحد جي ده كده الايه؟ اديني لفه واحده واحده، نجيب الارقام اخش الجبل، اطلع نسبه ايه على ايه؟ مين الايه؟ الايه المسافه بين النقطه اللي خرج منها الدايركت لاين للنقطه اللي المفروض يمس فيها الداون ستريم سكوب. طيب مين البي؟ البي دي المسافه بين النقطه اللي خرج منها الدايركت لاين لحد مين؟ لحد الفوكس. حلو، انت لو جبت النسبه ايه على بي وانت معاك البي اصلا انت راسمها عارف انها مسافه من الدايركت لحد ار، خد البي اضربها في ايه على بي يطلع لك مين؟ نجيب ايه؟ خد الايه اسمها منين؟ اسمها من الاي. كده انت طلعت نقطه التماس خلاص. وبعدين اعمل ايه؟ وبعدين خد الفريات لاين ده ومسه. بس. تيجي تقف على نقطه جي اللي هي النقطه اللي المفروض يمس فيها الفريات لاين داون ستريم سلوب وتشد الخط بتاعك ده تخليه يمس مين؟ الداون ستريم سلوب. صعب؟ طبعا ساعات كتير ما بيجيبلكش التشارت ده، بيعتمد ان انت عارف طريقه ثانيه. ايه الطريقه الثانيه يا عم؟ الطريقه الجرافيكال تعرف مين اللي هتشتغل مع اي قطعه، اي ميل للسد، يبقى الطريقه دي جنرال. عشان اعملها هنطلع مساحه الكوره، صح؟ فاحنا دلوقتي هنعمل اول الكوريكشن استخدام مين؟ جرافيكال سوليوشن. جاهز؟ هتيجي تعمل ايه؟ امسك الداون ستريم سلوب ده مده على السطح. كويس؟ وبعدين تعالى ناخد ايه؟ وبي اللي انت رسمته واطلع بيهم خط. من الدم فوق يقطعوا مين؟ يقطعوا امتداد الدبل ستريم سلوب في نقطة اسمها نقطة كي. شايف؟ مسكنا الدبل ستريم سلوب مديناها نصفها كويس؟ ومسكنا النقطة اللي اسمها اي مديناها قطعت الخط بتاع الدبل ستريم سلوب في نقطة اسمها كي. امسك الخط اللي اسمه اف كي نصفه. هتنصفه في نقطة اسمها ايه؟ في نقطة اسمها ام. بعدين تعالج البدل بتاعك عند ام وافتح لحد كي او اف. مش نقطة يعني اي واحدة فيهم او كي او اف. انا عايز ارسم نص دايرة. فنص الدايرة بتاعتي دي مركزها هو ام. ادي نص دايرة. كويس؟ وبعدين النقطة دي اسمها ان. ايه النقطة دي؟ نقطة تقاطع امتداد الخط اللي اسمه بي سي مع الداون ستريم بتاع السد اسمها ان. شايفها؟ ايه؟ طيب اعمل ايه بعد كده؟
تعال اف اف بالبرجر وافتح لحد ام اف اف وافتح لحد ام كويس واقطع نص الدايره دي في نقطه اسمها كيو نصبه ادي المركز بتاعه في ام في ام لحد اف او كي اللي انت عايزه وارسم نص دايره رسام نص دايره وبعدين اعمل بقى ها شايف نقطه ان دي جبتها ازاي؟ مددت الخط بي سي اللي اوريدي اصلا ممدود هو كده كده موجود اهو بس سميتها ام اقف في اف وافتح المرجل لحد ام تمام؟ واقطع نص الدايره في كيو اف لحد ان ادي المرجل اهو ولفيت وقطع لك الكيو بعد ما قطع في الكيو تروح فين؟ عند الليل تفتح الفرجة لحد فين بقى؟ عند الكيو وبعد ما وصلت لحد الكيو تقطع الداون ستريم في مين؟ في الجي جبت الان جبنا الان اجي اقف في اف وافتح لحد الان واقطع نص الدايره كيو ادي كيو وبعدين روح الناحيه الثانيه اقف البرجر في كيو وافتح في الحد كيو واقطع الداون ستريم في مين؟ في جي مين جي بقى دي؟ دي النقطه اللي المفروض يمس فيها الفلاتك لاين الداون ستريم سنو تاني الاول ده قسمنا مساله بسكيل واحد جنيه بعد ما رسمت تقاطع الاب ستريم ستور مع سطح الارض في نقطه بي تقاطع الميه مع جسم السد في نقطه سي هاجي من ايه ارسم خط راسه يقطع سطح الميه في بي امسك الخط اللي اسمه بي سي امده على سطح كويس وبعدين الخط اللي اسمه بي سي اقيس طوله واقسمه على ثلاثه امسك الحته اللي اسمها ال بي سي على ثلاثه اقيسها من سي اجيب نقطه اسمها دي امسك نقطة دي وافتح لحد اف وبعدين ارسم ارض يقطع من الخط اللي اسمه بي سي اقع في نقطة اسمها اي امسك الاي وانزل بيها خط راسه يقطع لي سطح الارض في نقطة اسمها جي ده الدايركس او ده الدليل وده جي كمان ودي البول اعمل ايه؟ امسك الخط اللي اسمه دي اي دي اي اقسمه من 6 ل 8 اجزاء متساوية كويس يعني تعملها ازاي؟ قيس طوله واسمه على 6 أو 8 براحتك. وبعدين من نهاية كل جزء ارسم خط راسه. وبعدين تعالى عند نقطة دي اهو بسن البرجر وافتح لحد واحد. خد المسافة دي اهو فيها في اف واقطع الخط بتاعك. وبعدين بيجي لحد 2 واقف في اف واقطع. بيجي لحد 3 واقطع. يجيب لك نقط. وصل النقط دي ببعض. نقطة بداية النقط دي دي. ونهايتها نقطة اسمها اتش موجودة في نص المسافة بين الاف والجي كويس؟ رسمنا بارابولا احنا مش عايزين بارابولا احنا عايزين نرسم فلاتك لاين فلازم نعمل كوريكشن عند الاندت وكوريكشن في الاوت الاندت ليه؟ لان المفروض المية تخش في السد من عند نقطة سي من عند التقاطع مش من عند دي طب ازاي هتخش من عند سي؟ اقول فين اول بوتنشال لاين او البوتنشال لاين موجود على الاب ستريم سلوب وبعدين وده المفروض ولايك يبقى علاقاتهم ببعض بيربنديكولار كل الاثنين عاملين على بعض طيب اي من سي وارسم خط عند دي خطين وبعدين افضل اشد الخط وميل فيه لحد لما يمس الفلاتك لاين كده انت عملت ان شوف طب الاوت هتعمله ازاي؟ والله عندي طريقتين يا اما استخدم جراف هو هيديهولي يا اما نرسم جرافيكال سوليوشن طب لو جراف هخش جراف مقيمي الفا اجيب نسبة اسمها اي على بي مين الاي؟ الاي دي مسافة من اي النقطة اللي خرج منها الترو لاين للنقطة اللي المفروض يمس فيها الداون ستريم ستوب مين البي؟ المسافة بين النقطة اللي خرج فيها الترو لاين لحد الفوكس انا هديك اي على بي انت هتطلعها كنت الالفا تمسك اي على بي تضربها كنت البي اللي انت عارفها هتقيسها
حلو، تطلع بوينت الايه، تاخد الايه تقيسها من الاي، جبت جي، ادي جبت نقطه الجراف. طب مش عايز تحل كده، عايز تحل الجرافيكال، تيجي تعمل ايه؟ تمسك ايه؟ بي والدبل، تيجي تمسك الدبل ستريمز دول تمده، يقطع لك نقطه ايه؟ نصب المسافه بين ايه والاف، ام هو برجر عند ام، ده مركز الدايره، رسمناها نص دايره. بعد ما رسمت نص دايره تيجي تقف عند اف وتفتح لحد ام. مين ان دي؟ دي المقاطع الخط اللي انت مديته اللي اسمه بي سي مع الدبل ستريم ستوب دي اسمها ان. تقف عند اف بالبرج وتفتح لحد ان وتقطع الدايره بتاعتك في نقطه اسمها كيو. بعد كده تروح عند مين؟ تروح عند كي وتفتح لحد كيو وتقطع مين؟ الدبل ستريم ستوب. كده انت خلصت رسمت الاول. ايه اللي فاضل لك؟ اللي فاضل لك ترسم لنا اثنين لوب شانل. تكمل الرسمة يعني. طيب هتعملها ازاي بالظبط؟ اللي انت رسمته ده من ال C لحد ال J ده اسمه فريت لاين او اول بلو لاين. طب فين اخر بلو لاين؟ ده اخر بلو لاين. ترسم موازي لبرج بس. وبعدين بعد ما رسمت موازي فانت كده رسمت بلو لاين تاني. طب عايزين بقى نقسمهم ضربات بقى ونرسم البوتنشال لاين، تعمل ايه؟ تيجي تمسك الخط اللي اسمه جي اي، لما نعملش بيه حاجه نعمل بيه حاجه، امسك جي اي قسمه هو كمان من 6 ل 8 اجزاء متساويه. حلو قوي، ادي جزء كويس. يبقى مسكنا الدليل قسمناه من 6 ل 8 اجزاء متساويه. من كل جزء انت رسمته ترسم خط افقي لحد ما يقطع مين؟ يقطع البرو لاين. انهي برو لاين؟ الفرياتيك مش التاني، الفرياتيك. كويس. وبعدين تعالى من عند كل نقطه تقاطع من الخطوط الافقيه اللي انت رسمتها مع الفرياتيك لاين دي اعمل فيها ايه؟ ارسم منها خط او كيرف عمودي على الروبايل. طيب صعب صعب ولا ايه؟ صعب صعب. طيب ادي دايركت سو من 6 ل 8 اجزاء متساويه، من كل نهايه جزء خط افقي يطلع لك الفريتيك لاين بس. طيب من كل فريتيك لاين بقى او كل نقطه تقاطع انت عملتها ارسم كيرف عمودي على مين ومين؟ عمودي على الدرو لاين الفريتيك والدرو لاين الثاني واخر كيرف. الكيرف هتصدق على الموازي. لا
ده خليته يمتد لحد الجزء اللي احنا عملناه في الايمج. وعد مين؟ عد النمبر كله. ادي واحد، اثنين، نحط هنا بقى ماشي كده، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمسة ده، وادي ستة، سبعة. وتنقل زي ما بس بعد الخروف كله قطع فين الثلاثة اللي هي هون. شايف النقطة دي؟ النقطة دي هنرسم منها كيف؟ عمود على الثلاثة لاين وعمود على مين؟ وعمود على الكورنر التاني. ليه؟ اصل دول البوتنشال لاين احنا نسميهم دول البوتنشال لاين. تمام؟ طيب كم دروب انت جايبه؟ سبعه. ان دي النمبر دروب سبعه. وان اف كام؟ كم فلوت شانل انت قسمتها؟ كم فلوت شانل؟ هم اثنين. في ناس يقول لك لا دي شكلها اكبر من دي. ده 1.75، ده 1.5، لا دول اسمهم 2 فلو تشانل. كويس. بعدين عايز حاجه ثانيه عشان تعرف تجيب الكيب؟ عشان تعرف تجيب الكيو؟ كده انت عايز حاجه ثانيه. كل اللي عليك عوض لنا بقى الكوبري بيقول كي في اتش توتال في ان اف على ام ان. خلاص كده خلاص. مين الكي؟ الكي دي هتبقى كده دي بي دي والاتش توتال. ادي الاتش توتال يا عم هي دي فرق ارتفاعات الميه الاب ستريم للداون ستريم. دي الاتش توتال كويس. والان اف اللي انت كسبتهم جبت 2 ان اف هم 2 كل شانل ادي واحده وادي الثانيه وجبت نمبر دروب ادي 1 2 3 4 5 6 7. هنا في شويه قواعد كده احنا كنا حاطينها للفلورنت كلها باظت. منهم ان المفروض مفيش حاجه اسمها الفلو لاين بيقاطع فلو لاين تاني، صح؟ هنا انت مش عندك واحد فلو لاين بيقاطع تاني، انت عندك ثلاثه بيقاطعوا بعض، كلهم داخلين في الفوكس. كويس؟ ايه كمان عندك؟ عندك برضو ان مفيش حاجه اسمها ان في بوتنشال لاين يقاطع الفلو لاين عند زاويه 180. شايف انت المنظر ده؟ انت على طول بتقول الزاويه تبقى 90. هنا في الدام في شويه قواعد كده كلها بتبوظ. كويس؟ ده معناه ان حاجه غلط؟ لا انت حاجه صح كده انت مظبوط. ايه كمان عايز اقوله لك؟ عايزين نعرف نجيب هو كل البوتنشال لاين من دول عليه تهديد كام تفتكر؟ ده دروب نفسه يعني ده دروب نفسه. لكن مش احنا بنجيب دي اتش يعني مش كنا بنجيب دي اتش اللي هتساوي الاتش دوت النمبر دروب. ما هطرح الاتش دوت من كل دروب واحد. ايوه بالظبط. اديني الجايب بتاع كل واحد فيهم. الله عليك حلو قوي. طب الاتش دوت دي خلينا نسجلها كده ب 7 لتر. يبقى انت عندك دلتا اتش بيحصل كل قد ايه؟ كل 7 على 7 كل متر. مش معنى 7 مع النمبر دروب ده رسمتهم كده معايا 7 ممكن تسيب النقطه معاك 8 يطلع معاك 10. طيب تمسك كل بوتنشال لاين من الرجاله دول وتحط عليه الرقم بتاعه. ادي اول بوتنشال لاين عليه 7 والتاني عليه 6 وخمسه خمسه وخمسه ثلاثه اثنين واحد والراجل الغلبان ده عليه 0. حد مش عارف انا بكتب الغلبان ازاي؟ بجيب التوتال هيد واطرح منها دلتا اتش. طرحت مره دلتا اتش بقت 6 مره كمان 5 4 3 2 1. مش شرط تطلع دلتا اتش عندك رقم صحيح. انا الارقام بتاعتي متظبطه على كده. انت لا ممكن يطلع عندك 1.25 1.5 2 ما نعرفش. كويس؟ طيب كان كمان السد ده عايزين نرسم عليه ابليفت بريشر. حد يعرف؟ افكرك كنا عشان نرسم الابليفت بريشر كنا بنختار نقط موجوده في حتتين، نقط اول السد واخره ونقط ثانيه موجوده على البوتنشال لاين. فانا هاجي ثلاث نقط. دي نقطه اسمها واحد دي على اول السد. دي نقطة على البوتنشال لاين 2 3 ودي 4 5 على البوتنشال لاين 6 على البوتنشال لاين 7 والنقطة مين؟ والنقطة 8 في آخر السنة.
صح؟ يبقى نقطة في أول السند وآخره اللي هم واحد ده، ونقط على مين؟ على الإيكو بوتنشال تايم. إشمعنى كنا بنختار النقط على الإيكو بوتنشال تايم؟ إشمعنى؟ علشان عارف التوتال هيد بتاعه؟ كويس. طب النقط دي كلها أنت عارف التوتال هيد بتاعه، كنا بنيجي نعمل إيه؟ كنا بنيجي نعمل جدول. الجدول ده إيه بقى؟ في النقطة اللي عايز تقسم عندها، وفي التوتال هيد، وفي الليفيشن هيد، وفي بريشر هيد، وإيه كمان؟ وفي يو اللي هي بتساوي اكس بريشر كمان. كويس. فكنا بنقول النقطة بتاعتنا هي من 1 ل 8، 1 2 3 8. طب نقطة واحد توتال هيد عليها كام دلوقتي؟ 7. واحد عليها توتال هيد ب 7. عرفت ازاي؟ بتكتب عليها 7. ونقطة الاثنين عليها ب 6 صح؟ ونقطة الثلاثة عليها ب 5، ونقطة الثمانية عليها توتال هيد بكام؟ ب 0. كويس. والمشكلة في توتال هيد كلهم انت جبتهم، انت كل اللي كنت فينشال لاين ده انت كاتب عليه توتال هيد بتاعه فرصته. طب الليفيجن هيد، الفيجن هيد بعد النقطة عن ديتا اللي انت حطيته. الديتا على طول سطح الماية في الداون ستريم. طب الديتا موجود والنقطة اهي، يبقى في الفيجن؟ لا مفيش الفيجن. كل الفيجن هيد اللي عندك بزيرو. مش حاجة كويسة. مش هتقيس كتير أصلا. طيب أدي الديتا وكل النقط موجودة على نفس منسوب الديتا بتاعك، مفيش قياس. وبعدين البريشر هيد ده كان بيساوي اتش توتال ماينس اتش اليفيتد، كده اصبح البريشر هيد قد مين؟ قد خلاص رسوم تاني. هتوقع وبعدين اضرب كم موتر بس خلاص. كم موتر دي خليها بواحد جرام على السنتي او 10 في نيوتن على المتر. خلصت. خلصت الجدول تروح تعمل ايه؟ نقطة واحد يضرب لك 7، 7 في 1 في 7، 7 ضرب مع متر مربع أو 70 في نيوتن على متر مربع. 7 ضرب متر مربع، وبعدين يضرب لك 6، وبعدين 5. إن شاء الله هتعمل زي كده، إن شاء الله. تمسك كل شكل من دول تجيب مساحة. تمسك كل شكل من دول تجيب مين؟ مساحة. حلو. تعرف تمسك الشكل تجيب مساحة؟ فهتيجي تقول 7 زائد 6 على 2 في مين؟ في بتاع ده. تعرف تجيب دول ده؟ انا هكتب لك كده. لو انت عايز تجيب قوة اسمها يو 1 فاليو 1 دي بتساوي 7 زائد 6 على الاثنين واضرب في طول 1 2. طيب هنا تعمل ايه؟ لو عايز تجيب اليو دي، اليو دي بتساوي 3 زائد 2 على 2 واضرب في طول اسمه 5 6. جنرال يبقى اسمه يو 1 يو 1 يو 1 ويو 2 على 2 في ال. بس القيمة دي زائد دي على 2 في ال. صعب الكلام. ممكن يطلب منك تشيك
ايه الانجكت ده؟ شوف لنا كده هو السد ده ستيبل ولا لا؟ طيب بتيجي لمين؟ بتيجي للابليفت. طب اعملها ازاي؟ طب ما انت عندك كل الابليفت كورس دول هاتهم كلهم واجمعهم وبعدين شوف السد بتاعك ده وزنه كام؟ تقسم الاثنين على بعض. يعني انت لو عايز تعمل تشيك لو زنقت يعني هتيجي تقول له الفاكتور اوف سيفتي وبيساوي دبليو على اليو. بس شوف وزن السد بتاعك ده الويت بتاع الدم وعلى سمشن اليو ايه طلع له الفاكتور اوف سيفتي وتفهم صح ده؟ الوزن المايه ده انهي وزن المايه؟ ما انت هتفهم جوه المثلث ده وده اشتغلنا في الابليفت في حاجه ولا ابليفت احنا هنشتغل بالوزن ولا ابليفت بس؟ ثاني الجماعه مختلفه عشان الجماعه فوق هنا تبقى برضه تستخدم السبمنشن صح؟ لو ما كانش كده بتتكلم عن ترانس ماي ده هيبقى حاجه كده هيفرق بقى حاجه في الاستابيليتي في المره الجايه لو عديت ده الميه دي هتعمل ايه في الاستابيليتي؟ كويس؟ الميه دي هو هيدي الجراف هتشتغل بيه هتشتغل بالجراما توتال ليه؟ عشان انت شغال بالابليفت في ابليفت قدام هتشتغل بالتوتال والجراما التوتال يونيت ويت احنا كده خلصنا. Thank you.